قد يقول قائل يعني ما الفرق بين الإسلام وبين غير بين معتقد آخر؟ إذا كنا نرى أن المسلمين يقومون بأعمال تطوعية، ونرى أيضا الكفار يقومون بأعمال تطوعية، نقول أن محاولة نفع الناس هذا من الأخلاق المتجذرة في فطرة الإنسان، حتى لو كان الإنسان يعني يعلن إلحاده، فالخلق الذي فطر عليه يدفعه لحب مجموعة من الأمور، كأن يحب بشكل فطري جبلي أن يحب فعل الخير، وأن يكره فعل الشر، وأن يحب العدل ويكره الظلم. هذا لا يتأتى له بالتوافق المجتمعي، ولا يتأتى له بقضية التربية، إنما هذه أمور تنمي ما هو مفطور، ما العبد مفطور عليه، تنمي ما العبد مفطور عليه من حب للخير إلى ذلك. فنجد مثلا التصور مثلا الغربي، المقام لا يتسع لبسط المسألة بشكل كبير، لكن المهم نحن نعطي إشارة في التصور الغربي، قضية نفع الآخر إنما هي مسألة مادية بحتة، مسألة مادية بحتة، وكل يعني من لقي شخصا من خارج، مثلا ناخذ احنا غير على في إطار الرقعة الصغيرة اللي هي المغرب، من لقي شخصا مثلا أجنبيا قادما من أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا وغيرها، ثم قدم له مساعدة معينة، يعني دله على الطريق أو بين له أمرا، فردة الفعل الأولى لذلك الأجنبي هي أنه يحاول أن يعطيك مقابلا ماديا لتلك المساعدة. فإذا أخبرته أنك يعني كمسلم فعلتها لله عز وجل، لا تريد منه جزاء ولا شكورا، ترى في عينيه بريق الدهشة وبريق الاستغراب، ما الذي يربطني بهذا الشخص حتى يؤدي إلي هذه الخدمة بدون مقابل؟ فالمادية يعني سحقت عندهم كل مقومات التماسك المجتمعي الذي يجعل الرجل يرتبط بزوجته تحت مظلة الإسلام داخل نظام الأسرة، يجعله يتحمل هذه المسؤولية ولو على حساب مجموعة من الأمور، لكنه يموت في سبيل هذه المسؤولية، لأن الله عز وجل وكله بها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في حين مثلا خارج دائرة الإسلام نجد هذه الأخطاء أيضا عند المسلمين، نحن نتحدث عن الحالة العامة وعن الأصل الذي ينطلقون منه، فأخطاء المسلمين لا تلحق بالإسلام. فقلت أن حتى هذه الأمور التي مثلا قضية داخل دائرة الأسرة، فنجد مثلا الرجل يعني إذا بلغ منه يعني الملل من أسرته مبلغا، فإنه يقوم إذا هذا إن عاشوا تحت مظلة الزواج، ما كنتكلموش عن الإسلام لكن تحت مظلة الزواج، سواء كان الزواج نصرانيا أو يهوديا أو يعني زواجا مدنيا عرفيا بينهم إلى غير ذلك، لكن يأتي عليه وقت فيأخذ متاعه ثم يذهب، لا شيء يربطه، حتى أن المحاسبة لا تكون بحسب المسؤولية التي يتحملها، لكن بحسب المبلغ الذي يؤديه، إما آخر الشهر ولا آخر الأسبوع ولا آخر السنة ولا كذا. فهذا الجانب المادي الذي غلب على الحضارة الغربية، فحاول أن يميت فيها كل ما هو فطري وكل ما هو مستمد من بقايا ما كان عندهم من دين النصرانية، حتى ما يعني يتبجح به بعض المنهزمين نفسيا من أن الغرب عندهم أخلاق وكذا، لا، لا الذي عندهم إنما عندهم هي معاملات، عندهم سلوكيات، وتلك المعاملات إنما هي منضبطة بالضابط المادي ومنضبطة بالضابط القانوني. أما قضية وأصولها وجذور تلك السلوكيات التي هي مستمدة من شيء من الأخلاق كخلق الأمانة وخلق العفة وبعض الأمور من هذا القبيل، إنما هي أخلاق من بقايا ما ورثوه من الدين النصراني.